يوم كيومك يا أبا عبد الله. عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. ما أعظم مصيبتك عند أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أعظم مصيبتك عند من عرف الله عز وجل، وأجل مصيبتك عند الملأ الأعلى وعند أنبياء الله وعند رسل الله. بأبي أنت وأمي سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل وعلى أختك الحوراء زينب وعلى كل الأرواح التي ساندتك والتي حلت بفنائك عليه الصلاة والسلام. وبما أنه اليوم إن شاء الله حلقتنا راح تكون مخصصة بذكرى شهادة القاسم بن الحسن وكذلك أخوته عليه الصلاة والسلام، نبعث من هنا من الكاظمية المقدسة سلام اللح، فنقول السلام عليك من حبيب لم يقض من الدنيا وطرا ولم يشف من أعداء الله صدرا حتى عاجله الأجل وفاته الأمل. فهنيئا لك يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما أسعد جدك وأفخر مجدك وأحسن منقلبك، عظم الله لنا ولكم الأجر. مشاهدين الكرام، وعظم الله لك الأجر سيدي ومولاي يا صاحب الزمان. وأسأل الله عز وجل بهذه الأيام الأليمة أن يجبر قلبك ويعجل ظهورك المقدس. في حلقتنا الصباحية من ندى الصباح سنكون برفقتكم أنا وزميلة ابتهاج، عظم الله لنا ولكم الأجر. عظم الله لنا ولكم الأجر وأحسن لنا ولكم العزاء بمناسبة اقتراب ذكرى شهادة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، كما نعظم الأجر لسادتي المشاهدين الكرام ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. وعظم الله الأجر لسيدي ومولاي الحجة القائم، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما نعزي سادتي الأئمة الأطهار من آبائه البررة، نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله أولا وأمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين بهذا اليوم، بأنه هذا اليوم خصص للقاسم عليه السلام، القاسم ابن الحسن سلام الله عليه. تذرف الدموع على هذا الفتى الهاشمي الجليل، لماذا يا ترى في كل عاشوراء تذرف الدموع الساخنة عليه؟ لأنه قد استشهد في ريعان شبابه، أم لأنه كان فتى وسيما جميلا، أم لأنه ابن السبط المنتج صلوات ربي عليه وسلامه الإمام الحسن عليه صلوات ربي وسلامه، أم لأنه القائل أن الموت أحلى من العسل في نصرة سيد الشهداء؟ لذلك ونحن نحيي هذه المناسبة وحكمة الله عز وجل أن تخلد تلك الأسماء في هذه الحياة من أجل إحياء أمر الإمام الحسين، ونحن نحييها اليوم الحلقة مخصصة بذكرى يوم القاسم سلام الله عليه. وننوه أن الجميع قد استشهدوا في يوم العاشر من المحرم، لكن تم تخصيص تلك الأيام تخليدا لذكرى هؤلاء الشهداء من آل بيت الرسالة عليهم صلوات ربي وسلامه.
أولى الفقرات لهذا اليوم ستكون مع الفقرة المعدة من الدعاء الصباحي، فانتقلوا معنا. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله، إني أتقر إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم ثبت لنا قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، وارزقنا طلب ثأرنا إن شاء الله مع إمام منصور من أهل بيت محمد عليه الصلاة والسلام في زيارة عاشوراء في هذا المقطع، فيها البراء من الأعداء والتسليم لمحمد وآل محمد صغارا كبارا بأي الأعمار كانوا. وزيارة عاشوراء ويوم عاشوراء هو مثل للشخص الرضيع بأنه يكون فداء لإمام زمانه قبل أن يكون أبيه. القاسم سلام الله عليه ورغم صغر سنه أيضا فدى نفسه من أجل إمام زمانه. النساء أيضا إذا ما نصرت بالمعركة فهي جعلت من زوجها وابنها يخرج لأرض المعركة نصرة لإمام زمانه، وجعلت من نفسها يعني حقيقة خلدت نفسها مع إمام الزمان، والبعض منهم من ذكرها سيد الشهداء وأيضا قال لها جزاك الله خيرا. هنيئا لمن ينصر سيد الشهداء. مجرد صبرهم
على هذه الواقعة الكبيرة العظيمة هو أعظم جهاد، يعني عدم خروجهم إلى ساحة المعركة جهادهم لأنفسهم، صبرهم بأن ما أبدوا الضعف أمام الأعداء، يعني حقيقة هذا أعظم جهاد. ضروري قراءة زيارة عاشوراء لأن تحمل من العهد ما تحمل. زيارة عاشوراء موروثة عن آل البيت سلام الله عليهم، جعلوها لنا حتى نكون في حرز وفي حفظ من التيارات التي تريد تحريف عقيدة التشيع، عقيدة التشيع المبنية على الولاية لأهل البيت والبراءة من أعدائهم. فمن الضروري بولايتهم أن ننصرهم، أن نذكر حقهم، أن نخلد ذكراهم، أن نحيي أمرهم، وإحياء أمرهم يكون بإحياء أحاديثهم وإحياء سيرتهم. والبراءة من أعدائهم فضح أعدائهم والبراءة منهم ولعنهم. لذلك هذه الزيارة زيارة عظيمة، الوقوف على كلماتها بالعقيدة بالفهم لكل ما جاء فيها، وفيها إيمان بالرجعة وإيمان بعودتهم وكرتهم ورجعتهم. لذلك يكون من المهم علينا المواظبة عليها، وتم التأكيد على المواظبة عليها، فلا ينفع المواظبة اللسانية دون المواظبة العقائدية، يعني أنا أكون معتقد بكل كلمة فيها غير شاك بهذا الأمر. ونسأل الله التوفيق لأن نكون مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. الله الحق آمين. بمحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتقالتنا الأخرى مشاهدين الكرام ستكون مع تذكار وزميل علي السوداني، اللي أيضا راح يتحدث عن مقاطع من هذه الزيارة المقدسة والمراتب والسلام على سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي، مع تذكار رضوي آخر. تذكارنا هذا اليوم من حرم الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يأخذنا إلى عالم التسليم على الإمام الحسين سلام الله عليه، الذي هو بحد ذاته تسليم للأمر الإلهي. إخواني، في زيارة عاشوراء وردت هذه النقطة. بعد أن تبدأ الزيارة بالسلام على الإمام الحسين، السلام بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك أبا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثأر الله وابن ثاره، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هذا المقطع يا أخواني، أولا نحن نسلم للأمر الإلهي امتثالا لما قام به سيد الشهداء روحي فداه الإمام الحسين الذي سلم الله عليه وصلى عليه، كما نقل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فأضحى سببا ونسبا من المسلم عليهم شرعا ونقلا وعقلا وقانونا وعرفا. الإمام الحسين بنسبه الطاهر، الإمام الحسين ابن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الأرواح التي حلت بفناء الإمام الحسين وتحل في كل عام هي الأرواح الطاهرة، الأرواح الطاهرة. الإمام الحسين واحدة من الأسباب التي جعلته هو الحسين اصطفاء إلهيا، أنه سلم للأمر الإلهي في تلك الواقعة، في واقعة كربلاء. فنحن إن سلمنا للأمر الإلهي ورضينا بذلك الأمر الذي حدث على سيد الشهداء، رضينا بقضاء الله. لكننا في كل عام نتذاكر في هذا الأمر، في كل لحظة نتذاكر في هذا الأمر ونذكر أنفسنا، فنسلم على الإمام الحسين، نسلم على الإمام الحسين ذلك التسليم المتناسب مع هذه الرواية المنقولة عن الريان بن شبيب. قال الريان بن شبيب: قال الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي عليه السلام، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته
18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون. سلم لله وقد ذبح كما يذبح الكبش، ونحن ألا نسلم أمرنا إلى الله عز وجل؟ ألا نرضى ببعض المصائب التي تصيبنا هنا وهناك، فنكون مع الله صابرين ولله محتسبين؟ هذا هو تذكارنا الرضوي. في أمان. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وشكرا للزميل علي السوداني. ومثل ما تابعنا أنه السلام كان متسلسل من رسول الله وصولا إلى الإمام الحسين، لذلك في مضمون هذه الزيارة: لعن الله أمة أزالتكم عن مراتبكم. هذه سلسلة الاغتيالات اللي جرت على أهل البيت حتى تدفعهم عن مراتبهم وحتى ينالوا الأعداء تلك المراتب، ولكن هيهات، فهم حجج الله وهم المصطفين من قبل الله والمنتجبين من قبل الله عز وجل. فنحن نقول: لعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله بها. لعن الله أمة قتلتكم، لعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أتباعهم وأشياعهم وأوليائهم، وبعد ذلك نسلم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. أحسنتي زميلتي أزهار. نعود إلى محور حديثنا لهذا اليوم حول يوم القاسم الشهيد، هذا الفتى العظيم، وبرفقتنا الضيفة سناء الكعبي الباحثة الإسلامية ومديرة مركز الحوراء زينب عليها الصلاة والسلام التابعة للعتبة الحسينية في بغداد. أهلا وسهلا بكم ضيفتنا الكريم. بدءا فيما يخص السيد العظيم القاسم بن الحسن سلام الله عليه، هذا الفتى الذي خلد ذكراه في كل عام في عاشوراء في هذا اليوم يكون الحديث عنه. أقول ما هو اليوم في محورنا عن القاسم والقرآن، باعتبار أن القاسم أخلاقه هو من القرآن، فما الذي جسده القاسم من طاعة للوالدين في القرآن؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هذا المكان المقدس ومن هذه القناة الفضائية التي تلهج بلسان الشيعة كرسالة إعلامية لكل العالم، أرفع أسمى آيات العزاء للأمة الإسلامية ولمراجعنا العظام وفي مقدمتهم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله والعترة الطاهرة، وإلى إمام زماننا الإمام الحجة المنتظر عجل الله له الفرج وجعلنا من أنصار. آمين يا رب. وقعان حينما نتسلسل بأسماء وشخصيات الشهداء الذين استشهدوا بين يدي أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لنجد كل شخص له شخصية ومواصفات بارزة وسامية. هو في ارتقاء، لكن عاشوراء جعلتهم يرتقون أكثر فأكثر حتما. فبالنسبة حتى لا نحاول قدر إمكاننا يكون حديثنا خاص بصاحب الذكرى التي اعتادت الناس بأن اليوم الثامن من محرم هو خاص للقاسم سلام الله عليه الذي يمثل شريحة، ألا وهي شريحة الشباب. انطلق القاسم عليه السلام الذي هو ابن الإمام الحسن المجتبى ابن العلي ابن أبي طالب عليه السلام، حينما شارك في هذا في هذه النهضة أو في هذه نقول في هذه مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام، حتى
يكون مثلا راقي لمن يطيع إمام زمانه، لمن ينصر إمام زمانه، لمن ينصر الحق من خلال إمام زمانه. أحسنت. فحينما نرجع إلى الكتب وبعض رواة الحديث وأرباب المقاتل يذكرون بأن ليلة عاشوراء كان تقريبا مؤتمر جمع الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان هذا طبعا الخطاب الأخير بأنه يلقى الحجة على شون نقول لهم كاختبار أخير حتى يصلوا إلى درجة يخاطبهم الإمام الصادق عليه السلام من خلال زيارة وارث، فيقول لهم طبتم مطابة الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم. فالاختبار الأخير كان ليلة عاشوراء، فقال لهم هذا الليل قد أزدل فاتخذوه جملا، كلام الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان رد راقي جدا من الأنصار، ذاك يقول كيف نتركك يا ابن رسول الله، لو قطعنا إربا وحرقنا وذرنا في الهواء وعملوا بنا ألف مرة كيف هي قتلة واحدة. إلى أن وصلوا آراءهم كلهم، فقال لهم إذن هذه أبواب الجنة قد فتحت، فبارك لهم الإمام الحسين عليه السلام. وإذا بشاب يقول له يا ابن رسول الله، بيّن الإمام، بيّن القاسم عليه السلام بأن الجلسة رسمية، ما قال له يا عمّا. هنا تكمن التربية الصالحة والأدب المحمدي، فقال له وأنا يا ابن رسول الله معهم أو منهم؟ قال حتى تجيب عن سؤالي. بني ماذا ترى الموت في هذا الوقت وفي هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي هذا المحنة وفي هذا الاختبار؟ قال ما أرى الموت إلا أحلى من العسل أو أحلى من الشهد عليه الصلاة والسلام. هذا الجواب ما أتى عن فراغ، هنالك تربية، تربية ترجع إلى التربية المحمدية. بينما الإمام المعصوم حينما استشهد الإمام الحسن عليه السلام، القاسم كان صغيرا، يقال بأنه ابن 4 أو 3 سنين هكذا حسب ما ذكر. سنتين. فالسيدة رملة سلام الله عليها حينما أولت بتربيته تحت من تحت رعاية عم الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، كان هناك ترسيخ حقيقة وعناية خاصة بهذا الصبي حتى ينشأ نشأة هيئة ليوم عاشوراء. الوصية كيف؟ الوصية كان يعز على الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن الإخوان القاسم أبو بكر وحقيقة وعبد الله. فقال له ذلي، كان استئذان من الإمام إمام زمانه، القاسم أصغرهم. فكان استئذان، يعني هو كان عمره شنو، هو كانت ولادته بسنة 48 هجري، يعني قبل استشهاد الإمام الحسن عليه السلام بسنتين تقريبا، يعني عمره سنتين. نعم. فكان عمره ما بين 12 سنة أو يقال 11 سنة. نعم. هذا العمر ونحن بالتعبير العصري نقوله في عمر المراهقة، لم يبلغ الحلم. نعم. مراهقة. أي نعم. بحال شنو، أكو اندفاع صح هذا العمر، ثبت علميا بأن هنالك طاقة، هنالك شجاعة، هنالك جرأة، حب للحياة، لكن أكو حب، لكن هنا التوجيه بهذا العمر كان التوجيه سليم، كان التوجيه عقائدي، أكو عقيدة راسخة، عقيدة إيمانية. نعم. حتى إذا أريد نقارن بباقي مثلا ما نقول شرائح الأولاد بعض الشخصيات الدينية في ذلك الزمان، فكانت بارزة تلك العقيدة الراسخة في قلب القاسم عليه السلام. فحينما طلب أراد الإمام، قد يكون الإمام هنالك في الترتيب عمل غيبي اختبار آخر. أحسنت. فرفض الإمام. نعم. وإذا رجع يقال رجع إلى أمه وهو حزين. كيف لا يكون في نصرة إمام زمانه حينما نقول هو يسمع نداءات عمه لا من داب يذب عن حرم رسول الله. وهنا سيدة الفاضلة، لا نقول هو هنا لما ما خذت العاطفة،
هنا تربية عقائدية نصرة لدينه، نصرة غيرة للدين، على نصرة للحق. نعم. هنا هو اللي هذا يصل إيش، متى يصل المؤمن إلى هذه الدرجة؟ ينصر الحق، حينما ينصر الحق، حينما يدحض الباطل، يحارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكمنت بنصرة إمام زمانه. نعم أنا بودي عذرا بس نعم. فقط هذه نوع نعم. فالحقيقة حتى نقول نذكر رجع نعم. رجع نعم. إلى أمه حزينا كئيبا، حزنت رملة لهذا الموقف، قالت بني سأخرجك من هذا الحزن وهذا الكآبة، وهي تشجعه. هنا الإيمان العقائدي عند الأم اللي فاقدة من باب التنويه. نعم. كل امرأة أتت مع الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كانت ملبية لنداء الحق. إيه فعلا كانت ملبية لنداء الحق. من لحق بنا استشهد، ومن لم يلتحق لم يدرك الفتح. لم يدرك الفتح. كل امرأة أتت بشهيد أو بشهداء، فقامت هذه المرأة أخرجت وصية كانت قد أودعها الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، وكانت الوصية موجهة للقاسم. نعم. هنا النقطة، ولدي القاسم إذا كبرت وحضرت مع عمك يوم عاشوراء فلا تقصر لنصرته، قاتل دونه بختم الإمام الحسن عليه السلام. عليه السلام والسلام. جيء به إلى الإمام الحسين عليه السلام فقبله، قبله وقدم، فأذن وقبل الوصية، قبل الوصية لعله ذكره بأخيه. نعم. جرح آخر للإمام الحسين في يوم العاشر بيبذل الإمام الحسن عليه نعم. السلام. نعم. قبل قليل ذكرتي أنه كيف الإمام أو القاسم بن الحسن سلام الله عليه كيف ينادي الإمام الحسين بأدب، يقول له يا ابن رسول الله. نعم. اليوم إحنا حتى نجعل من القاسم نموذجا بهذا العصر، بهذه الفتن وبهذه التقلبات، ولو إحنا أعطينا شهداء بأرض العراق شجعان تأسوا بالقاسم، تركوا الحياة واستشهدوا، وحقيقة هم رفعت رأس العراق. أحسنتي. ونوجه أحسنتي. لهم التحايا لأرواحهم الطيبة الطاهرة. اليوم كيف نجعل من القاسم نموذجا لهؤلاء الشباب لنصرة إمام الزمان؟ أحسنتي. وأيضا السلام على إمام الزمان بالتأدب. نعم. كل شاب، أو هسه خلينا نخرج من إطار الشباب، كل إنسان لابد أن يقتدي بشخصية ينحاز لها. هسه مرة تأثر عاطفي، أحيانا لا، تأثر علمي أحيانا، لابد بطبيعة الإنسان بفطرته يبني يكون له قدوة. قدوة. وبالذات فترة المراهقة يومية ينتقل من قدوة إلى قدوة. أحسنتي. فنلاحظ بأن الشاب يتأثر بخطاب شاب آخر، يتأثر بشخصية شاب. فحينما نجد الشباب، أنا حقيقة من أحضر بعض المجالس الشبابية إعلامية أو من خلال الفضائيات حتى بالدول الأوروبية، وهذا حقيقة فد نصر للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، بأن الإمام الحسين هو إمام للعالم بأكمله. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسد، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة شنو؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإمام الحسين نصرة إلمن للعالمين. تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الإمام الحسين أبو الأحرار. فهنا لما أشاهد شباب خصوصا في هذه الأيام، في يوم القاسم، في حينما أيام علي الأكبر، فشوفين خصوصا بأي يوم القاسم تجدين الشاب تأخذ الاقتداء تارة، تأخذ العاطفة، يأخذ حب وولاء لإمام زمانه. ومثل ما تفضلت سيدتي الفاضلة قبل قليل، الشباب تلك الشريحة التي لبت نداء المرجعية،
حقيقة بالأمس استحضرني حينما كنت أتصفح حياة القاسم ابن الإمام الحسن عليه السلام، استحضرني قصة لشاب لبى نداء المرجعية فأرجعوه لصغر سنه، أرجعوه. يقول فبكى ذلك الشاب وأخذ يقوم بأمر أن يكبر عمره حتى يستشهد. فإذا اكتشفوا طبعا سبحان الله، وإذا اكتشفوا بأن هذا مو هو عمره الحقيقي، أي صحيح، أراد لنصرة شنو؟ نصرة دينه، ما أخذت العاطفة، وهم يعلمون كأنه الإمام السيد القاسم قلد جده أمير المؤمنين، كان فتى وينصر النبي محمد صلى الله عليه وآله ولا فرار، يعني منذ السن الصغير كان ينصر الرسول صلى الله عليه وآله، ومن آمن هو أول من كان يتلثم كالرجال، فيظنون أنه شخص قصير بينما هو كان في العاشرة، أحسن في التاسعة أو العاشرة. لو نلاحظ هنا الاقتداء، أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومهبط الوحي، سبحان الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب، فهكذا هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا فرق بين صغيرهم وكبيرهم. القرآن والعترة لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمرنا بالتمسك بهما. وما ينطق عن الهوى. اليوم القرآن يتعرض لهذه الهجمات وهذه المهازل في العالم، نحن نريد أن نرسخ القرآن في أذهنة وقلوب الناس وبالذات الشيعة، أن يكون الاهتمام بالقرآن أكثر، وبالذات حتى في عاشوراء نريد القرآن أن يكون منهج حياة، ومن خلال حياة السيد القاسم سلام الله عليه والإمام الحسين سلام الله عليه، فكيف نجعله منهج حياة؟ القرآن أنزله الله هدى للناس، القرآن أنزله الله لتنظيم حياة البشر، حياة البشر قاطبة. فلنلاحظ تنبثق من القرآن الكريم جوانب عدة يحتاج الإنسان في تنظيم حياته. فنلاحظ الجانب التوجيهي، الجانب التربوي، الجانب حتى في جوانب العلوم الباقية نجدها جميعها وين؟ بالقرآن الكريم. فأي احتياج للإنسان يجده وين؟ في القرآن الكريم. فأراد القرآن الكريم أن ينظم حياة ذلك الإنسان لمن يريد أن ينظم حياته. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالقرآن نظم حياة الإنسان مع بعضهم البعض، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ونظم الحياة ما بين الفرد ووالديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نظم حياته كيف نعبد الله من خلال فروع الدين، ذكرها الله سبحانه وتعالى وين؟ بالقرآن الكريم. فأراد الله سبحانه وتعالى، هو الحنان هو أرحم الراحمين، جعل لنا هذا الدستور اللي هو مجموعة قوانين أن تطبق. فإذا صار إذا طبقت هذه القوانين هنيئا لمن يريد سعادة الدارين، أحسنتي، دار الدنيا ودار الآخرة. فالابتعاد عن القرآن الكريم، الابتعاد ليس فقط بأحكامه، لا لا لا، هنالك أناس يقرؤون القرآن، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، هذا شنو؟ ماكو تطبيق بحدود القرآن. نعم، واكو تحريف، اكو تحريف بالمعنى وبالتأويل. ست الفاضل، لو كان العمل بحدود القرآن لكان أول ما طبقوا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، الذي شنو؟ ما ينطق عن الهوى. نعم، فمثل ما تفضلتي قبل قليل، هو وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، هم لا يطيعون يعني أولي الأمر المنصبون من الله. سناء الكعبي. نعم، ممكن أيضا أنه نصرة القرآن من خلال أنه نعمل نلتقي فد عبارات معينة بالطرق بالساحات اللي تتواجد بها أكثر الناس، مثلا وبالوالدين أحسانا، قولوا حسن، مثلا قولوا قولا حسنا، بالذات في العالم الغربي. نعم، لابد من وضع لافتات، لابد من صرف وعينا بالقرآن. نعم، تدبرنا بالقرآن، دوراتنا بالقرآن الكريم تكون إن شاء الله نحو الأفضل. سيدتي الفاضلة، ومن خلال حقيقة هذه القناة من العتبة المقدسة، أقول بأنه لا تغركم هذه الثقافات الغربية
تمسكوا بالقرآن الكريم، وقد فضح وسيفضحون أنفسهم نعم. ذلك الزيف ما يقولون بالثقافة الغربية والابتعاد عن القرآن. أقول تمسكوا بالقرآن الكريم لأن القرآن هو الرأفة، هو الرحمة، هو كلام الله، هو الـ نعم. تنظيم هذا تنظيم هذا الكون نعم. من خلال لأن الدنيا من غير دستور نعم. تكون مبعثرة، فهو الدستور الإلهي. وبالذات نعم. بالذات في العالم الغربي نحتاج أنه يقوم الناس اللي هناك مغتربين من المسلمين بنشر في الشاشات على الحافلات وغيرها عبارات من القرآن، آيات من القرآن المهمة يتم ترجمتها حتى ينفتح القرآن. ما يكفي أن أحط القرآن على رأسي وأقول أنا متمسك، لازم أفتحه العمل يقروه. أحسنتم. شكرا جزيلا. نكون متمسكين نعم. بالقرآن الكريم بقراءته والتدبر فيه. ضروري جدا التدبر نشر أيضا نعم. شكرا للباحثة الإسلامية، عظم الله لنا ولكم الأجر مرة أخرى، وشكرا لانضمامكم لنا في برنامج ندى الصباح بهذه التغطية. انتقالتنا الأخرى مشاهدين الكرام ستكون مع الحسيني الصغير والقارئ علي رياض، تابعونا ولنا عودة معكم من جديد. هلال الحزن فينا يوم هلا، دم من عين فاطمة استهلا. هلال عاد لكن كيف عاد، ليذكي القلب نارا واتقادا. فيمسي بين أضلاعي رمادا، كخيمة زينب بالنار تسلى. هلال عاد بالبلوى علينا، ليدمي من إمام العصر عينا. وإني فيه شاهدت الحسين وحيدا حوله الشبان قتلى. هلال فيه ملقا بالهجير، شبيه المصطفى الهادي البشير. غدا شلوا وجمع بالحصير، أعان الله فيه قلب ليلى. وفيه قاسم قاس المنية، وزف على الضبا والسمهرية. وما أدري أعرش أم منية، وماذا في بوادي الطف حلا. هلال فيه قد قطعت يمين، وهشم بالعمود به جبين. وأضحى الصبت ليس له معين، يذود عن النساء نارا وخيلا. وأعظم ما جرى في ذا الهلال، تشد يد الفواطم بالحبال، وتركب بالسياط على جمال عجاف لا تطيق لهن حملا. بواك صارخات نادبات على ضام قضى جنب الفرات، وتطوى بالسبا عرض الفلات. علي هل درى بالخطب أم لا؟ علي هل درى بالخطب أم لا؟ أتراه حين أقام يصلح نعله بين العدا كي لا يروه بمحتفي؟ غلبت عليه شهامة حسنية، أم كان بالأعداء ليس بمحتفي؟ طبعا نشكر هذا الحسيني الصغير الفتى الذي يتأسى بسيدي القاسم بن الحسن عليه صلوات ربي وسلامه. هذا الفتى علي رياض اللي تقريبا بنفس عمر القاسم، كيف يحفظ وكيف يتأسى؟ حقيقة كانت الطف مدرسة لجميع الأعمار، للنساء والرجال بجميع الأعمار. وهذا الأمر يبقى يعيش معنا ليهذبنا لنواكب معه مسيرة الحياة تربويا أخلاقيا عقائديا. نحن نبقى مع الحسين والحسين هو بقاؤنا. مشاهدينا الكرام لننتقل وإياكم إلى فقرة تواصل، فإلى هناك. I'm
شفت والنار شيطة فيها والنار شيطة تحرق دار أضراعها ما تنطفي نام براغد وتهنى يا الحق قتامالي يا ثمار قلبي وعزمه نام براغد وتهنى يا الحق قتامالي يا ثمار قلبي وعزمه هيك الولد يردونا ما يعز دم الغالي للدين يصخب دم ورفعت بالعز راسي ودريك نعم الوالي والقلب تفرج هم تدري الدين الصعب من الفراق صعب. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ومثل ما شفنا فقرة التواصل بها رقم تليفون وتواصل الذي يحب يبعث بمقاطع فيديوية حتى إن شاء الله نظهرها بالشاشة، نبين للعالم أجمع أنه كلنا جنود مجندة في سبيل أبي عبد الله الحسين بداخل العراق وبخارج العراق. وفيما يخص خارج العراق هناك أولياء أيضا لنصرة سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، نتابعهم بهذه الفقرة ونحييهم هنا من داخل العراق ونهدي لهم كل الزيارات إن شاء الله، لأنهم هم أيضا ناصرين للحسين بخارج العراق. نتابع فقرة في كل أرض عزاء ولنا عودة معكم من جديد. نبي موسى عليه السلام يقول ربي زدني علما، didn't say زد علمي، doesn't say increase my knowledge. He doesn't say increase my knowledge. He says increase me in knowledge. He says detach me from everything other than you. هبلي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك. And he says enlighten the eyes of my heart in its looking upon you. In this vision, I want the eyes of my heart to see you. I want them to be enlightened. Bring a light to the eyes so they can see you. حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. كفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اجعلنا مع الحسين في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. جمرة أحزانك يا شهر الفاجعة، جمرة أحزانك يا شهر الفاجعة، تسعر بقلب الوديع الشافعة، تسعر بقلب الوديع الشافعة، من دم يهل الموالي مدمعة، من دم يهل الموالي مدمعة، عالطفوف ما يمر طاريها، عالطفوف ما يمر حسين ابا عبد الله سيدي، هاك العهد عزاؤنا الى الابد، ماجورين موفقين جزاكم الله. رحم الله، رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا قول للإمام الصادق في دعائه وقنوته صلوات ربي عليه وسلامه، بل وفي سجوده أيضا، وهذا قول للإمام المهدي سلام الله عليه، حيث يدعو لجميع هؤلاء الذين تعلو أصواتهم لإحياء أمر الإمام الحسين. وحيا الله جميع من يحيي أمر الحسين في مشارق الأرض ومغاربها. وبهذا نختم وإياكم حلقتنا لهذا
اليوم، نسأل الله عز وجل أن نعود وإياكم بالتوفيق لحلقات أخر، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام، وفي أمان الله وحفظه، ولبيك يا حسين، لبيك يا حسين.